الله 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 على الفرحة اي حاجة مصرية تفرح الاهلي المونديالي الى نصف النهائي الاهلي بمن حضر الاهلي بمن حضر ومحدش يجي يقول لي انت زملكاوي ما تفرحش بالاهلي صفحات الزمالك كلها تما يعني المتعصبه كمان بتحتفل بالاهلي وبتشجع الاهلي يا باشا احنا في حاله وطنيه واي حد اي حد يعني من الناس اللي هي الرخمه اللي مش عايزانا نفرح اللي عايزه تصطاد في العكره كلنا دلوقتي بنشجع الاهلي زمالك بنشجع الاهلي اهلي بنشجع اسماعيل كل البلد بتشجع الاهلي مصر الاهلي بيمثلها في كاس العالم الانديه وصعد لنص النهائي ليواجه بالميراس اللي ان شاء الله الاهلي هيكسبه ان شاء الله يكسبوا زي ما كسبوا قبل كده يدعم بقى صفوفه يلم جيوشه ينظم خطوطه الاهلي هيكسبوا باذن الله زي ما توقعنا ان الاهلي يكسب مونتيري الاهلي يا جماعه بيلعب ب او تسعة من التشكيله الاساسيه مش موجودين يا معلم امال لو موجودين الماتش بتاع النهارده ده كان ناقصه كده ايه بيرسي تاو كان عايز حته كده محمد شريف كان نفسه كده في حته عمرو السلية هوبا تقفيل حمدي فتحي يا سلام على الضغط بتاع بدري بنون ولا كرات ايمن اشرف الطويله ولا اكرم توفيق اللي ربنا رب يشفيه وعفيه ولا شنوه وهو بيطير مع ان تالق رهيب 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 من علي لطفي ومن كل لعيبه النادي الاهلي ومحمد هاني يستعيد الذاكره التهديفيه وذاكره اللعب اصلا محمد هاني عمل ماتش ممتاز وعلي معلول يا جماعه بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله هو واليو ديانج الناس دي يا جماعه تقيله الناس دي تقيل انا بقول كده وانا من جوايا بتقطع مش بتقطع الاهلي كسب بتقطع ان يعني انا عايز عايز حد في الزمالك كده يعني يعني حد كده بنكهه بيرسي تاو يعني انا انا شفت بيرسي تاو بيعمل ايه حد بنكهته كده يعني ان شاء الله اذا ربنا اراد يا رب الماتش الجاي للاهلي مع بالميراس الاهلي ان شاء الله يلعب بقائمته كامله يعني نتمنى ان شاء الله من الله ان الاهلي يلعب بقائمته كامله ولكن يا جماعه انا حابب بس اقول حاجه كمان مهمه يعني معلش دلوقتي إيه طبعا اللي مشتركش في القناه انزل اشترك دلوقتي فورا مش هتاخد منك ثانيتين اشتركش في القناه انزل اشترك مشتركش في الصفحه انزل اشترك بعد اذنك عشان نكمل مع بعض كده ونبقى ايه حلوين مع بعض كده المهم الاهلي معلش بس ان شاء الله الماتش الجاي يلعب بقيمته كامله، ولكن النهارده حصل حاجه انا قريتها في كذا صفحه ان تطبيق ابو ظبي ما كانش شغال وقناه ابو ظبي اللي قالت هتذيع مجانا ما كانتش شغاله وعلى الكمبيوتر مش شغاله وقصه كده كبيره والناس زعلانه جدا فيعني رجاء من اي حد من ابو ظبي بيشوفني ولا من الاداره يا جماعه يسروا الدنيا وسهلوها، اي حد من اس اس سي السعوديه يسروا الدنيا وسهلوها، انا شفت الماتش ده شفته على النت عم ليه طيب؟ يعني ما فيش حل غير كده فتطبيق مش شغال الجو ده لا احنا حبايب ده احنا مش عايزين نشمت حد فينا ده احنا تجمعنا على التشجيع يعني كاس الامم الافريقيه وكاس عام الانديه وطبعا الحمد لله رب العالمين النهارده الفرحه زادت كمان ب الحمد لله رب انقاذ الطفل ريان والوصول ليه في الحفره طبعا اللي كان فيها الحمد لله رب يا رب يعني يتم شفاه وصحته على خير ويردوا كده لاهله سالم غانم باذن الله تعالى يا رب فجماعة احنا عندنا حاله كده رهيبه والله اليوم دول بفضل الله كاس الامم الافريقيه كل العرب متجمعين بيشجعوا بعض عايزين حد عربي ياخد البطوله كاس العالم الانديه الناس كلها بتشجع النادي الاهلي حتى هنا في مصر زملكاويه واهلاويه صفحات الزمالك المتعصبه يا باشا منزله دعم للنادي الاهلي وانا بشكرهم والله العظيم بشكرهم انا بشكرهم وبشكر النادي الاهلي ان هو فرحنا وبشكر محمد هاني حته يديك جون معلمه معلمه انت تسكت 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 وتسكت تسكت وتسكت تاني وتجيب جون حلو يعني ايه ربنا ربي يحافظ على مستواك و, و... يعني عشان الاهلي وعشان مصر وعشان اي حاجة ده اكل عيشك فحافظ يا ابني على مستواك وخد فرصتك اكرم توفيق لغاية ما ربنا يشفيه حاول تزرب مستوى جيد باذن الله. النهارده موسيماني برضه فضل مصر على نفس خطته اللي بيلعب بيها 3 4 3 رغم الغيابات ورغم ان هو كان متكتف ومش قادر يعمل كل التاكتكس اللي هو نفسه فيها ولكن قدر برضه بفضل الله يحول 3 4 3 لمنظومه متكامله قدرت ان هي تحرز هدف اه في كذا فرصه ضاعت من النادي الاهلي وكذا هجمه جت على النادي الاهلي تالق فيها علي لطفي وبعض من عناصر دفاع النادي الاهلي ولكن برضه يعني كون ان قفشه ما بيلعبش في مكانه بيلعب النهارده كان ما بيلعب ما بين 8 وما بين 6 بس كان بيميل اكتر ل 8 وكان بي بيسند معاه شوية اليو ديانج 6 في مركز طبعا اللاعب رقم 6 وقفشة يعني النهارده ما كانش جيد قوي في المركز ده لان هو مش مركزه ومش حتته بس ده يا جماعه عايز اقول لكم نقطه معينه قفشه لعيب كبير جدا 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 ولكن في مركزه في حتته في بلاي ميكر في رقم 10 في الزون 14 ورا مش بيؤدي بنفس الجهد وده يثبت ليكم ليه كارلوس كيروش ما خدش قفشه الناس كانت زعلانه ان كارلوس كيروش ما خدش قفشه كارلوس كيروش يا جماعه مش بيلعب ببلاي ميكر مش بيلعب بلاعب رقم 10 ما عندوش لاعب رقم 10 في الفريق يصنع كوره بلاي ميكر بيلعب ب 2 8 1 6 وبيلعب بعد كده بمهاجم 9 ونجات تاني كارلوس كيروش يا جماعه مش بيلعب كده بيلعب بسبعه و11 وتسعه ما بيلعبش ب10 10 دول اللي هو مركز البلاي ميكر فقفشه ملوش مكان في المنتخب حاليا قفشه عشان يكون ليه مكان في المنتخب مع كارلوس كيروش يا اما يتعلم ويتدرب مع موسيماني انه يلعب وينج من الونجات يا اما ينزل يلعب 8 ويتدرب مع موسيماني انه يلعب 8 فالنهارده موسيماني لاعب قفشه جنب ديانج 8 قفشه ما اجتش قوي زي ما ديانج كان ما شاء الله اجاد جدا علي معلول يا جماعه فعلا فعلا فعلا, فعلاً يعني بيثبت ان هو رغم كبر سنه الا ان الاهلي محتاج دايما علي معلول، علي معلول يا جماعه بيلعب بروح مصريه تحس ان هو مصري تحس ان هو اهلاوي مولود كده في النادي الاهلي، مولود في التتش، يعني في حاجه غريبه كده ما تفهمهاش يعني يعني بجد حاجه غريبه في علي معلول، بيلعب بمنتهى الحماس اللي ما بنشوفش لعيبه كتير محترفه بتلعب بيه. طبعا حماس شمال افريقيا سواء جزائر او مغرب او تونس معروف واحنا بنكن لهم كل الاحترام والتقدير ولكن الروح اللي بيلعب بيها علي معلول بقول لك كانه مصري كان الراجل متربي في النادي الاهلي فدي روح مطلوبه من كل المحترفين تاني اعتقد اذا ربنا اراد ان شاء الله المباراه القادمه للنادي الاهلي هيلعب ان شاء الله بكامل النجوم ويكون طبعا عندهم اجهاد نتيجه يعني اللعب مع المنتخب ماتشات ورا بعض ويكونوا لسه مخلصين يوم ستة ولكن ان شاء الله اذا ربنا اراد هيقدروا يعني مش عايز اقول كلهم بس على الاقل حبه منهم يلعبوا مع النادي الاهلي تخيل النادي الاهلي الماتش الجاي امام بالمراس بيلعب بيه طبعا محمد شنوة مصاب علي لطفي بيلعب بيه محمد هاني عشان اكرم توفيق مصاب علي معلول بيلعب برده بدر بن ايه بدر بنون كمان مصاب بيلعب ايمن اشرف وجنبه ياسر ابراهيم وجنبه بقى نقول مين رامي ربيعه تاني قدامهم طبعا بقى ايه حمدي فتحي وعمر لا هيبقى حمدي فتحي بقى معلم فتح وايمن اشرف وياسر ابراهيم حمدي فتحي وايمن اشرف وياسر ابراهيم وهيكون قدامهم حمدي فتحي اللي بيقدر حمدي فتحي انا انا مالا على فكره تاني معلش هيلعب بايمن اشرف انا كنت نازل مصابط لخبط ان شاء الله الماتش الجاي علي لطفي ايمن اشرف حمدي فتحي وكمان معاهم ياسر ابراهيم كده صح انا كده صح الحمد لله قدامهم عمرو السولايو وأليو ديانج علي معلول ومحمد هاني وبيرسي تاو و يعني رب بيرسا يلحق الماتش الجاي ان شاء الله ومحمد شريف وقفشه اعتقد يلعب وينج بقى ويرجع تاني وينج يعني هتكون برضه قايمه قويه جدا النادي الاهلي قدر في المباراه القادمه يلعب بالقصه دي يا جماعه تاني يا جماعه رساله لكل حد مش اهلاوي زملكاوي اسماعلاوي طنطاوي بورسعيداوي صعيدي من اي حته شجع النادي الاهلي شجع فريق بلدك والله يا بجد يا جماعه شجع فريق بلدك خليك في ظهره سنده ده بيمثل مصر بيمثل القارة الأفريقية ما ينفعش يا جماعة إن إحنا عشان انتماء أبقى بكره الخير لفرقة بتمثل بلدي وبترفع علمي وبتضرب النشيد الوطني باسم بلدي بره بتمثلني أحاربها وأبقى أشمت فيها ما ينفعش ما ينفعش والله عيب ما قلت من زمان ما كناش محتاجين ان كاس افريقيا ييجي ولا الـ 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 يجي ولا الملحمه الوطنيه اللي كل العرب مجمعين حوالين بعض دي تيجي عشان خاطر نقول الكلام ده عيب احنا كبار ولازم نبقى اعلى من كده ان شاء الله ودايما في دار النادي الاهلي ان شاء الله الاهلي في النهاية باذن الله أمام بقى نشوف بقى تشيلسي ولا مين بس اتمناها يا رب مواجهه في النهائي عربيه عربيه اتمنى المباراه القادمه تبقى الجزيره والهلال هيطلع منهم حد عربي هيلاعب تشيلسي ان شاء الله عفوا هيلاعب اه هيلاعب تشيلسي يا رب حد في مكسب تشيلسي ويصعد وفي الاخر الاهلي يواجه الجزيره او الهلال باذن الله وتبقى مواجهه عربيه عربيه خالصه وكاس العالم الانديه يبقى يروح لفرقه عربيه ان شاء الله كان مع اخوك عمرو عطت في قناه صاحب الكوره اشوفك ان شاء الله في فيديو جديد سلام عليكم